بسم الله وكذا وسلام العباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا نشيطين كل نشاط على سفن الإصلاح الذي يرضيك يا ربنا، فبارك لنا في سعينا كله، ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره. آمين يا أكبر أكبر الكائنات، وأنت خالق كل الكائنات، أنت السيد ونحن تحت أمرك، فلتبنا في هذا الأمر يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأشقياء الذين لا خير فيهم على ما ظهر من أحوالهم. اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، يقرهم ويبيدهم ويفسد عليهم مخططاتهم الجهنمية ولو كانت باسم الإسلام. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما من غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. كله ما هوش قادر غير هو. ولهذا كان في بالك انت اليوم خذيت الوزارة بالتلحيص والتشعيم، ماكش قادر على الله. حتى حد ما يعطل له سلطان، وحتى حد ما يعترض على حكمه، وحتى حد ما يعتم عليه رؤيته لخلقه. رؤيته لخلقه هي رؤية مطلقة، وقوته لا حدود لها. إذا كان مش تغضبوه وتوصوا في الإغضاب، أقول لكم أنتوا ماشيين حصب جهنم وبئس المآب. نسأل الله السلامة.